هذا جنة الدفع هي اللي تثبت في جميع المنازعات، وعندها الصفة باش توقع العقوبات، وعندها الصفة باش تثبت في جميع، وأي حاجة ما منصوص عليها في قانون المسابقات ممكن أن اللجنة ديال الكلوب هي اللي تثبت فيها، يعني عندها هذه الصفة وعندها الصلاحية باش تثبت في هذه المسألة. المركز المتوسطي للدراسات والبحوث في القانون الرياضي سي ميس تعقد هذه الندوة الصحفية، كنا يعني من بعد ما وقع هذا الحدث قلنا خصنا نديروا واحد الدراسه واحد بعد بالفعل سهرنا على تنظيم واحد التقرير على اعداد واحد التقرير قانوني حول هذه النازله هذه، فارتئينا بان تكون هذا التقرير ممكن نعرضوه على شكل مرافعات قانونيه في القانون الرياضي للصحفي، لان الصحفيين هما اللي غادي يتصداو لهذا المشكل هذا، وخصهم لي زيليمون وخصهم لي زارغيمون باش يخدموا وباش يعرفوا يعني الاصل الملائمه هذه الوقائع مع القانون الدولي، مع قانون المسابقات، مع مدونه الانضباط، مع لو ريغلومون دي زيكيبمون دو لا فيفا، كل شيء هذه الامور ناقشناها اليوم وحاولنا نوصلوها للصحفيين ونوصلوها للراي العام. بالنسبه للعقوبه انا يعني اي عقوبه باش نناقشوها خصنا نشوفوا المسطره الذي تبعت ثم الدفوع التي اثيرت المسطره هنا تنوه بالساهرين على تدبير هذه المسطره من طرف نهضه بركان اللي كانوا استفدوا من المساطر او من الحالات السابقه. كانت المسطره المتبعه كانت سليمه لانه رجعنا شفنا ورجعنا عرفنا بان الجهه التي التجأت اليها البركان هي لجنه المسابقات اللي عندها الصفه في تدبير في 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 بت في في توقيع العقوبات، عندها هي اللي تتنظم، هي اللي عندها علاقه بكل ما هو تنظيمي وتدبيري لهذه المسابقه اللي هو اللجنه، هي اللي صدرت العقوبه وهي اللي صدرت القرار الاول بـ3 سنين القميصة اللي عندها الصفه وعندها الصلاحيه، والقرارات ديالها تستأنف لدى لجنه الاستئناف اللي جيغي اللجنه ديال الاستئناف، وبالفعل القرار الاول تم استئنافه وتحت هذا القرار التالي تم استئنافه. البت في العقوبات الاضافيه او العقوبات الماليه خاصو اللي غيخصو يبت فيه اللي عنده الصفه هي لجنه الانضباط. الحال الان تحلمي في لجنه الانضباط اللي غنقولوا بانه سوف تستتبع عقوبات ماليه كبيره، جبر الضرر ديال الكاف من جراء الحرمان من نقل التلفازي المستشهرين رعاه في تلك المقابله. فبالتالي انا ارى بان امام الطاس ما غاداش تكون شي حاجه جديد، لانه الطاس تتشوف تتبني على سلامه، تشوف المسطره واش كانت سليمه ولا لا، تتبني على القوه الثبوتيه للمحاضر ديال الحكام والمحاضر ديال المراقبي المباراه والمندوبي المباراه. فبالتالي تيبان لي بانه القرار ديال الطاس حتى لو كان ما غاديش يكون خارج على هذا الاطار. النقط اللي خصنا نورمالمون اللي تاروا الانتباه ديال الببليك وديال كاع الناس هو ذاك الدرابو، كلشي كيقول على انهم لا راهم بروفوكار وكيقيس السياده. نبغيو ديما نركزوا على واحد النقطه، لان القانون الرياضي هو قائم بذاته ومستقل على جميع الانظمه. لو فعل ان مثلا كاينه الخريطه في التوني راه ما كتبروفوكي حتى شي واحد، ما شنو هي البروفوكاسيون؟ هي اصلا عبس فيها مجموعه من المسابقات قاريه ومن البدايه ديال المجموعه، اذا ماشي كانت بوغ باش تلعب مع الفريق مثلا ديال العاصمه الجزائري. ابار سا كيف ما سطى الاستاذ لان هناك مسطره نورمالمون قبل ما نبداو حنا المسابقه كنتوصلوا بدي زيميل فيهم لي توني ديال الفرق اكسيتيرا، دونك انا من طلعت عليه خصني نعترض عليه. كذلك الكونفدرال نورمالمون لاكاف خص نورمالمون كنسجلوا لي توني ديالنا لي مايو كنسجلوهم في سي ام اس، واحد النظام تدبير ديال المسابقات الافريقيه تسجل وتعتمد من طرف الكاف. الكاف هي نورمالمون اللي كتوقف على الرقابه ديال ان واش هذاك التوني كيحترم الانظمه والاساسيات ديال 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 لاكاف وديال القانون الرياضي انسي دو سويت. دونك حنايا هنايا بور لو توني بور لو مايو ديال نهضه بركان ما كانش عندهم الحق على انهم يحتجزوا في يتم الحجز ديالو في الجمارك، ما كانش عندهم الحق على انهم يرفضوا على انهم يمتثلوا. راه كان عندنا قرار ديال لاكاف ولجنه الاستئناف رفضت لهم على انهم خصهم يعطيوا لي مايو للفريق، دونك هنا ما عطاوهمش لهم، وبناء على هذا القرار كان ما دخلوش لي زاربيت خدار ان رابور اللي تبنى عليه هذا القرار الاخر ديال الكوميتي انتر كلوب اللي فرضت عليهم على ان خساره 3-0 وتحسبوا فورفي. على ان النظام ديال الفيفا ديال المعدات والاقمصه كيخول كل فريق على انه يختار واحد لوغو واحد اشاره واحد تصميم اللي كيشكلوا الهويه.